بلاد تيشو بحال هاد المنظر هادي كيأسن الدنيا كاع، ما تبقى عنده ثقة حتى في ولادو، ما تبقاش عنده ثقة في ولادو يقدروا يديروا له هكذا، وما كتعقلش وما عارفاش راسها فين كاينة، واش في الدنيا ولا في دنيا أخرى وهادي، وتخرج الزنقة التالي ديال الأيام ديالها راه عيب. وكل مرة كتجي كتبغى تقول لك نمشي لداري، راه جالسة معايا كل مرة تلبس في رجلها تقول لها فين غادا تقول نمشي للدار. نقولوا الدنيا الدنيا راه بلاصتها كيخلقها الله، راه بنادم هو اللي خسر الدنيا، هو اللي مابقاش في قلبه الرحمه، راه في الاخر الانسان كيمشي عند الله، راه كلشي غادي يتحاسبوا عليه عند الله، هادي راه فايته. ما احنا كنا ما بينا ما علينا، تسمعنا البوليس بزاف ديال البوليس عمرو الدرب وهادي تشفنا مخرجينا، الولده ما كاينش وتخرجوها مسكينه، وبدلوا الساقطه ديال الباب وسدوا الباب وعطاو الساروت لخوها. ايوا واش غادي دير تخليها في الزنقه؟ واش غادي دير لها؟ واخا نكون ما في قلبنا رحمه ما عندنا انسانيه ما غنخليوهاش في الزنقه، واخا كي قال هذا حالنا وحالها راه بحال بحال، ولكن ما يمكنناش نخليوها في الزنقه، راه عيب. ويلي هادي راه انا 22 عام بس سكنت هنايا، لقيتها راه هنايا، راه كلشي تيقول لك كانت راه بحال اللي خلقت هنايا، كانت الدار كاع ماشي هكذا، معلوم يبقى فيا الحال، وهادي راه بلاد يتخيلها مو يتخيلها خالته يتخيلها أي حاجة، راه حتى واحد ما يقدر يشوفها هكاك في الزنقة والشمس ضاربة فيها هنايا ويخليها، راه ما يمكنش، ما يمكنش أولدي، راه عيب. حنا مسلمين، خوتها هي خوتها، خوتها ماشي شي حد براني ولا كارية عندهم ولا خوتها، بلاد تيشوف بحال هاد المنظر هادي كيأسن الدنيا كاع. ما تبقى عنده ثقه حتى في ولادو، ما تبقاش عنده ثقه في ولادو يقدروا يديروا له هكذا. ما بقاتش ولدي الرحمه، ما بقاتش، لا ما بقاتش الرحمه، حيت المراه مسكينه كلها تتزعزع وكل شيء تحت منها، وما كتعقلش وما عارفاش راسها فين كاينه، واش في الدنيا ولا في دنيا اخرى وهادي، وتخرج الزنقه التالي ديال الايام ديالها، راه عيب، راه حشومه، راه حتى واحد ما يرضاها لا الاختو ولا المو ولا حشومه كاع هذا الشيء، راه عيب. لا تقدر تبقى هنا في الزنقة، ولكن ما يمكنش، حنا بعدا هنا الجيران كنا في قلبنا الرحمة، ما يمكنش غادي يخليها شي واحد، واخا ما ندخلهاش أنا غادي يدخلها شي حد من الجيران، ما غاديش نقدروا نشوفوها، حنا شركنا معاها الطعام وشركنا معاها الجورة وشركنا معاها بزاف د الحوايج، وبنادم يخليها في الخلف سميتو، لا ما يمكنش، لا ما يمكنش، حتى ما كنتش أنا غادي يكون شي جار آخر. لا مسكينة ما كتهدرش، ما كتهدرش هضرة ما كتفهمهاش، كانت كتهدر وكانت بصحتها وكانت مزيانة ملي وقعت مشاكل وهي اللور 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 نيت بصحتها حتى ولات بهاد الشكل هذا. وبنادم يرحم بنادم شوية، تكون الرحمة في قلوب المسلمين كاع، إلا كانت غير جارتك ما ديريلهاش هاد الشي، جارتك ماشي عاد أختك، والله يهدينا. وكل مرة كتجي كتبغي تقول لك نمشي لداري، راه جالسه معايا كل مره تلبس في رجلها تقول لها فين غادا تقول نمشي للدار، تنقول لها الدار راه مسدوده دابا صافي راه ما عندك دار، وهكذاك ما كتيقش، ما خلاوش ما خلاوش، قلت لك بنادم راه كيأس من الدنيا، راه مازال تبقى عنده ثقه حتى في شي حد، حيت تيشوف بحال هاد الشيء هذا، راه ما يمكنش تقول بنادم حيت اختها خرجت، يعني شنو غايدير لها شي حد اخر، شنو غادي تستنى من حد اخر غادي يدير لها، صافي حتى تيأس حتى هي، راه ما بقاش تشوف هكا كتبقى تقول راه ما بقاش الخير في بنادم، والدنيا راه نقولوا الدنيا الدنيا راه بلاصتها كيخلقها الله، راه بنادم هو اللي خسر الدنيا، هو اللي ما بقاش في قلبه الرحمه. لا دي وحده راه في النقليز ما كايناش هنايا، وحده راه في النقليز، هذاك ما عنده ما غايدير، تا هو راه تحت الرحمه ديالها، تا هو تحت رحمه اختو، يعني الا جا من جهه هادي ما عندها ما غادير له، ما عندها باش غتنفعو، هذيك كتنفعو. الوحده اللي ميسوره هي اللي مكابطيات على الاخر، هذا اخوهم الاخر، هي يعني اللي هزاه دابا من مصروفه من ماكلته من شرابه من الدواء ديالو، يعني ما هادشي يمكن يجي عند هادي اللي ما عندها، ما هي براسها خاصها اللي يعاونها في هادشي. شوف غير نقول لهاد الناس، نقول لهم الله يهديكم الله يهديكم، راه الدنيا ما دايماش، راه في الاخر الانسان كيمشي عند الله، راه كلشي غادي يتحاسبوا عليه عند الله، هادي راه فايته، الله يهديهم الله يهديهم، يشوفهم بحال هاد المرأة مسكينة، وأنا كون تجيني شي صفرة ولا شي حاجة ونسافر، فين غادي تبقى هاد المرأة؟
ما عندها فين غادي تبقى. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.